أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم أمنيات. وبهالوقت ما فينا إلا ما نذكر الأحداث الأليمة اللي عم بمر فيها الشرق الأوسط. منتمنى هالأحداث تنتهي ويكون الشرق الأوسط حقق حلم الاستقرار والحرية اللي بيسعى إلها، ومنحب نذكر إخواننا بمصر إنه كلنا متضامنين معهم ومنتمنى الاستقرار والديمقراطية لكل شعوبنا وهالمشاكل والنزاعات تنتهي. وهلا منبلش برنامجنا اليوم بفقرة مميزة حضرنا لكم إياها بمناسبة عيد الحب. طبعا الحب بترجم بطرق كتير، منها التعبير بالكلام أو الفعل، وإحنا اليوم منترجم حبنا لمشاهدينا من خلال برنامجكم أمنيات اللي بخلينا دايما نتواصل معكم ونقدم لكم أفضل الفقرات اللي بتحبوها. منبلش برنامجنا اليوم بفقرة الأخبار المتفرقة مع زميلتنا تغريد. أهلا بكم مشاهدينا إلى عرضكم الإخباري من أمنيات نستهله بالعناوين: مظاهرات مليونية بمصر في أسبوع الصمود، أمسيات شعرية في تورونتو تحتفل بندوتها 19، الإفراط في الطعام مثل إدمان المخدرات. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. اعتصم آلاف النشطاء المرابطين في ميدان التحرير وسط القاهرة في مظاهرات مليونية الأسبوع الماضي داعين إلى إسقاط النظام المصري الحاكم. يأتي ذلك بعد يوم جمعة الرحيل والتي شارك فيها الملايين من مختلف أنحاء البلاد. ولاحظ شهود عيان أن أغلب من دخلوا الميدان من المحتجين يحملون أغطية وكميات كبيرة من الطعام والشراب، حيث أن أعداداً كبيرة باتت في الميدان. احنا بقالنا 11 يوم قاعدين هنا بناكل على حسابنا، بيحلقوا على المواد التموينية والعلاج اللي جاي من برة وبياخدوه البلطجية، وسايبين الناس هنا بتموت في الميدان. دي الحكومة بتاعتنا اللي احنا عايزين نغيرها فعلا. كما وكانت مدينة تورونتو من احدى المدن العالمية والتي خرج فيها آلاف المتظاهرون تضامنا مع الثورة المصرية. بدي الحرية لكل كل كل عربي مثل مصر وتونس والجزائر وليبيا ما منسوها كمان. ووصية الحسني مبارك قول له الملك حضر لك سرير، خلاص يلا روح بن علي. وان واي تيكت، وان واي ان شاء الله. طبعا نحن هون تضامنا مع الشعب المصري، تضامنا مع الشعب التونسي، مع الشعب اليمني، مع الشعب الاردني، تضامنا مع اخواننا العرب في انتفاضاتهم ضد الانظمه الطاغيه التي تسكت على رقابهم. احنا من هنا من كندا بنقول للحكومه المصريه كده كفايه. 2010 كانت سنه سيئه جدا على كل المصريين وعلى اباط مصر بالذات. احنا شايفين ان كده كفايه قوي، وإذا ما كنتوش عارفين تعملوا حاجة أحسن من كده ادوا فرصة لحد تاني يمكن حد يعمل أحسن من كده. الكنيسة المصرية بقول لها يعني بنقول لهم ربنا معاكم ومع كل المصريين زينا زي غيرنا، احنا كلنا مع مصر وكلنا بنتمنى لمصر كل خير، سواء المصريين اللي هنا أو المصريين اللي هناك، كلنا شعب واحد، احنا امتداد ليكم وصوتنا هو صوتكم. انا طالب كل الاوفيشالز في مصر، في سواء في البوليس سواء في الجيش سواء في السفاره سواء الخارجيه، انهم يخرجوا من هذا النظام، انهم يرفضوا طاعه هذا النظام الفاسد الفاشل اللي ان شاء الله باذن الله هيكون نيامه معدوده معانا باذن الله. مصريه وليا شرف، الناس شرفونا في مصر، خلتونا هنا نمشي رافعين راسنا، ويعني في منتهى الفخر والله، وربنا يتمم الفرحه بتاعتنا كلنا ان شاء الله. والله دي اقل حاجه نقدر نعملها لحبايبنا واهلنا في مصر، لان احنا قد ايه هنتجنن ان احنا بعيد عنهم. يعني امبارح كنا طول الوقت قاعدين قدام التلفزيون مش قادرين نتحرك. عملوا التاريخ. دي اقل حاجه نقول لكم بيها ان احنا معاكم، وان هم يعني ان شاء الله ربنا هينصرنا كلنا. My name is James Clark. I'm with the Toronto Coalition to Stop the War here in Toronto, Canada, and I'm joining what looks like to be thousands of people who are demonstrating in the center of downtown Toronto in solidarity with the people all over Egypt and in fact all over the Arab world who are struggling for freedom and democracy and against repression. و
ومن أخبارنا المحلية، احتفلت أمسيات شعرية الشهر الماضي بندوتها الشعرية 19 بحضور عدد من الشعراء ومن متذوقي الشعر من أبناء الجالية. وفي هذه المناسبة قدم رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية العالمية في شمال أمريكا السيد إلياس كساب جائزة تقدير للدكتور نجيب بجاني على جهوده وعطاءاته الثقافية والأدبية من خلال تقديمه لمجلة مواهب العالمية عبر مسيرتها الثقافية منذ أكثر من 3 عقود منتقلة خلالها لكافة قارات العالم. وأخيرا مشاهدينا، ومع هذا الخبر الطبي، فقد رجحت دراسات لعلماء الدماغ عرضت مؤخرا بالمؤتمر السنوي لجمعية علم الأعصاب الأمريكية بسان دييغو أن الحافز لتعاطي الكوكايين لدى مدمن مخدرات يصدر عن دوائر بالدماغ تماثل الدوائر المتصلة بالحافز للإفراط بالطعام لدى شخص جائع. وذكر الباحث بجامعة ييل رالف ديليون بحسب تقرير جون هاملتون للإذاعة الأمريكية القومية العامة أن خلاصة دراسات لمقارنة الإفراط في الطعام بإدمان المخدرات توصلت إلى أن الأطعمة الحلوة والدهنية قد تعمل بالدماغ عمل المخدرات. وقال إن هناك أدلة على أن الإكثار من المخدرات قد يسبب تغييرات طويلة الأمد بدوائر الدماغ المتحكمة بسلوكيات الأكل، مشيرا إلى أن أدمغة البشر والحيوانات تضم مسارات تجعلنا نشعر بالرضا عندما نأكل وبرضا أكثر عندما نأكل الأطعمة الحلوة والدسمة الغنية بالسعرات الحرارية. وبحسب ديليون يختطف إدمان المخدرات بعض هذه المسارات التي تتطور باتجاه تعزيز تناول الطعام بسبب غريزة البقاء. وصلنا مشاهدينا إلى ختام عرضنا الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. لإعلاناتكن على برنامج أمنيات اتصلوا فينا على 416-595-6161. عروض مميزة ابتداء من $100 شهريا. اتصلوا فينا اليوم وسوا منطور إعلاناتكن لمستوى أفضل. مع أمنيات بزنس أكتر ومدخول أكبر.